حاجة اسمها الزمالك فوق الجميع، لا دي في الأهلي يا إبراهيم. مهما ما تفتكرش إن الأهلي ملايكة وبجناحة، أنت عارف وأنا عارف، لا بص يا كابتن، بس الحته قافلين عليهم. هقول لك بصراحه، النادي اتفضل. الاهلي وانت حضرتك عشت فيها طبعا وعشت مع بعض في الجزئيه دي، النادي الاهلي جوه الغرف المغلقه بيشتغلوا بالظبط. للمكان، ما حدش يعني، انا ما شفتش حد مثلا امبارح من مجلس اداره او من اعضاء مجلس اداره طلع لف على القنوات كلها او عمال يتصور وعمال يعمل فيديوهات او عمل مداخلات. خلاص يا كابتن، مش هي النادي بطوله الاهلي، مش ده، مش صح ولا النادي مش صح؟ الاهلي هي دي طبعا. شخصيه النادي الاهلي يعني، تعال عكس الموضوع هتلاقي لا الموضوع مختلف تماما يا كابتن. ده من زمان، من 30 سنه صح؟ وانا لما دخلت نادي الزمالك ها؟ كنا احسن فرقه في مصر، كان صح؟ فريق احلام يا كابتن. تمام. بس المشاكل الاداريه والقيل والقال اللي بيحصل اليومين اللي فاتوا دول وبيحصل دلوقتي عندك، انا عايز الزمالك الماتش ملوش طعم لو الزمالك مش كويس. صح؟ والله انا بقى سعدت امبارح ان الفرقتين زي بعض واللي يكسب وضربات جزاء، هي إيه دي الكوره. صح. وده اللي انا مستنيه الفتره الجايه. الزمالك يا كابتن بيحاول يقوم، بس للاسف هم بيهدوه برضه يعني من داخلهم زي اللي كان بيحصل. انت على رايك لعيبتك يا اخي صيّتها في القناه عندك، النادي الاهلي جاب شوبير وحارس الاهلي ويدافع عن النادي الاهلي بالحق وبيتكلم وبيصيط لعيبته، هو ده الشغل. صح. انت الزمالك قافل على نفسه وشويه يقول ده كويس، لا مشوا ده، لا عايزين ده، وده كلام. فانا عايز اللي يسمع لك ابراهيم وتنتقد حد ما تشغلش بالك بحد، لان انت لعبت كوره. عارف انت لو بتنتقد حد بتقول له على الصح، انت صح لا عايز من ده حاجه ولا من ده حاجه، انت فاهمني؟ رامي ربيعه كل الشكر لك صح بصراحه، ده بقى له سنتين هيمشي، هيمشوه مش هيقيدوه. بس اقول لك على حاجه كابتن، شغال هايل اتفضل. طبعا هايل يا كابتن شايل الفرقه على كتافه. بصراحه، وياسر ابراهيم امبارح عمل مباراه كبيره بصراحه. ياسر ابراهيم برضو، اصل انا الجزيره يا كابتن انت اتكلمت في نقطه، الجزيره يا جماعه بقى له 12 سنه في مصر من ايام طنطا، تمام. ايه اللي يجبرك يا زمالك تفضل فرد منتخب تونس على عيني وراسي؟ بس قول لي الجزيري من غير ماتش واحد جابه كره مؤثره في البطوله او مفيش حاجه، حاجه خالص ولا اي حاجه. انما اتكلم على فلافيو، اتكلم على مانويل، على صح فيليكس، على طول الموسم 20 جون صح و15 جون، هم دول السوبر، صح انت هل يا فاهمني؟ كابتن بسبب ان السوشيال ميديا دايما، او مع احترامي لبعض المحبين لنادي الزمالك، هم اللي بينفخوا في اللعيبه زياده عن اللزوم، عشان كده النتيجه المحصله بيبقى الاداء بيبقى سيء يعني؟ دايما اي طبعا حد يا يجي كابتن. يتكلم على الجزيري يقول لك احسن 9 في مصر، طب تقول له عمل ايه؟ يقول لك هو احسن 9 في مصر. هو يقول لك هو كده طب ازاي ده؟ دي كابتن. كوره؟ كابتن الزمالك اعلامه كان هيبطل حسام عبد المجيد قبل ما يبتدي. انا واحد من الناس كنت مسيبه بهاجم. مسيبه صح، طبعا، لانه بتفق ما كانش معاك. بيعرف يقف، صح ما كانش بيعرف يقف لما صح كان الونش موجود، كان لسه الواد خبرات دي صغيره حقيقة. 18 ودخل في النار ولعب صح نهائي مع الاهلي، راحوا ده احسن ما استجدى متيب، الحق الحق، صح لا الواد كان هيقع لولا الحمد لله واتكلمنا فيها دي وركز حقيقة. يا ولد بقى زي الفل. صح المشكله فعلا في ده، ان هم نفسهم يعني يصنعوا نجم، نفسهم يعني. انا هقول لك على حاجه، طول عمرنا عارفين الاهلي الخطيب الزمالك حسن شحاته او طبعا حماده امام قبلينا، طبعا انت فاهمني؟ طبعا. هم بعد حسن شحاته جه حازم امام وجه شيكابالا ودلوقتي زيزو، اوكي اقفوا جنبيهم بس ما تغفلوش حق الاولاد التانيه اللي متفق طلعنا النهائي. معاك. المسلوسي ده كابتن بقاله 3 سنين شايل الزمالك، صح مظبوط. والمسلوسي ده انا نفسي اشوفه في حته عشان اعتذر له صح من 4 سنين يا كابتن، قلت له انت انا كنت مش مقتنع بالمسلوسي خالص خالص لما كان بصراحة. بكرايت، قلت صح لهم يا جماعه ارحموا ايه ده وايه ده وايه ده، صح بس دلوقتي تدي له تعظيم سلام المسلوسي. بتفق معاك يا كابتن في الجزئية دي. صح. فاهمني؟ الناس بتفكر ان انا زملكاوي عشان بتكلم على الزمالك بحرقه، لا انا اهلاوي بس بحب الزمالك يقف على حيله صح، عشان ينافس الاهلي، عشان سايبة فيه لما اكسب منافسة. ابقى ليها طعم يا كابتن، رأيك في فاهمني؟ عمر جابر يا كابتن؟